مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصر وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحا وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضاً عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. ذاب الشحم واللحم ونخر العظم وانهارت القوى يا شيخ. 87 يوما عن وانتهى بالعز والكرامة. بأمعائك الخاوية كتبت فصلا جديدا في تاريخ هذه القضية. خذلك الكثيرون على طول الدرب يا شيخ، ولا أعرف إن كان يمكن أن نطلب منك السماح. انتهت الحكاية واستشهد مفجر ثورة الإضرابات الفردية في معركته الأخيرة. انتهت الحكاية واستشهد خضر عدنان ورحلت أسطورة فلسطينية جديدة. مساء الخير لروحك التي تحلق الآن حرة. مستمعينا مشاهدينا، أهلا بكم إلى برنامج مساء الخير يا وطن، وحلقة جديدة نخصصها لتغطية استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان. تستمعون إلينا عبر الموجة 99.2 FM، تشاهدوننا عبر تلفزيون وطن على التلفزيونات التفاعلية، بثنا المباشر على موقعنا الإلكتروني وطن.net، وبثنا المباشر عبر صفحتنا على فيسبوك وكالة وطن للأنباء. سنكون معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود معطان، من التنسيق والإخراج التلفزيوني الزميل محمد الزاغة، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم سماح الكحلة. وبرنامج مساء الخير يا وطن يأتيكم برعاية بوابة أريحة، الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين. ونبدأ جولتنا بأبرز ملفاتها.
عائلة الأسير خضر عدنان تطالب بتسليم جثمانه وتعبر عن أسفها على كل من خذله حتى ارتقى شهيدا. إضراب شامل ومسيرات تعم المحافظات الفلسطينية تنديدا باستشهاد خضر عدنان. الاحتلال يهدد الأسرى داخل السجون في حال قاموا بأي ردة فعل على استشهاد خضر عدنان. إلى التفاصيل. استشهد الأسير الشيخ خضر عدنان فجر اليوم في سجون الاحتلال بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوماً رفضاً لاعتقاله التعسفي والتهم الموجهة إليه. وباستشهاد الأسير خضر عدنان يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 237 شهيداً. الشهادة انتصار! اليوم إن كنا نزف لكم خبر استشهاد الشيخ فهذا فخر واعتزاز لنا، وإن كنت أتمنى كزوجة شهيد أن يكون بينكم اليوم محمولاً على الأكتاف منتصراً بمعية الله وإرادته. استشهد الأسير العنيد الشيخ خضر عدنان، استشهد مفجر الإضرابات الفردية في معركته الأخيرة التي تجاوز فيها 86 يوماً من الإضراب، استشهد المنتصر للأسرى والمظلومين. بركك بركك يا الله، بركك بركك يا الله، من جيلين العافية. والشهيد الشيخ خضر عدنان ابن 44 عاماً من بلدة عرابة في جنين، متزوج وأب لتسعة من الأبناء، أصغر أبنائه يبلغ من العمر 1.5 سنة وأكبرهم 14 عاماً، وهو قيادي في حركة الجهاد الإسلامي وحاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية. يعتبر الشهيد عدنان من أبرز الأسر الذين واجهوا الاعتقال عبر النضال بأمعائه الخاوية، حيث نفذ 5 إضرابات سابقة، وهذا الإضراب 6 الذي ينفذه على مدار سنوات اعتقاله، وهو أطول إضراب يخوضه، حيث خاض إضراباً عام 2004 رفضاً لعزله واستمر لمدة 25 يوماً. وفي العام 2012 خاض إضراباً ثانٍ واستمر لمدة 66 يوماً. وفي العام 2015 خاض إضراباً لمدة 56 يوماً، وفي العام 2018 لمدة 58 يوماً، وفي العام 2021 خاض إضراباً عن الطعام استمر لمدة 25 يوماً. وعلى مدار الإضرابات السابقة تمكن من نيل حريته ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة. تعرض للاعتقال 12 مرة وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات، معظمها رهن الاعتقال الإداري. الشيخ يعني قدم كل ما عنده، الشيخ قدم كل شيء بيملكه، داب شحمه داب لحمه في هاي المعركة مشان أوصل رسالة لكل أحرار العالم إنه هو حر، وكل العور كل الشعب الفلسطيني حر، من حقه إنه يعيش حر وكريم خارج الأسر. طالبت زوجة الشهيد خضر عدنان خلال مقابلة مع وطن بتسليم جثمان زوجها، كما حملت عائلته الاحتلال مسؤولية ما حصل معه
وعبرت عن أسفها الشديد على ما وصفته بالخذلان الذي تعرض له الشيخ الشهيد خضر عدنان خلال مسيرة إضرابه. نتابع. كل من تقاعس في نصرة الشيخ هو خذل الشيخ، كل من كان بيده يعني أمور القوة وموازين الضغط ولم يفعلها خذل الشيخ، كل من شاهدنا ونحن وأبنائه التسعة على دوار المنارة نفترش الأرض ونلتحق في السماء خذل الشيخ، كل من كان يسمع من أبنائه في مسيرات يهتف أبنائه ولم يتحرك ساكنا وبقي جالسا في بيوته خذل الشيخ، كل حر فلسطيني يؤمن بحقنا في الحرية ولم يقدم شيء لهذه الحرية خذل الشيخ. اليوم الشيخ نال أقصى ما يتمنى، نال الشهادة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله في عليين إن شاء الله رب العالمين. وصية الشيخ في البداية له لنفسه ألا تشرح جسده وأن لا يلمس الاحتلال هذا الجسد. من رفض الشيخ 86 يوم أن يقوم بإجراء أي فحوصات طبية له أو أن يتم إعطائه أي نوع من المدعمات أو أن يتم قياسة النبض لدرجة النبض، يعني يضع الجندي يده على يد الشيخ ليقيس النبض، لا يريد له أن يلمسه أحد، ونحن كعائلة لا نريد لهذا الجسد الطاهر أن يلمسه أحد غيرنا. نحن نتمنى من الله عز وجل أن نتمكن من إلقاء نظرة الوداع على الشيخ، أن نزفه شهيدا إن شاء الله رب العالمين فعليين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويصبرنا كأم وأبناء. يعني رسالة شعور مؤلم ومحزن، ويعني مش شيء بسيط لحد الآن الأولاد بيقولوا أبوي بدي روح مفكرينها ترويحة، يعني على أساس الناس ملانه والناس من جنبي. شعور صعب إنك توصل معلومة لأولاد 14 15 10 12 سنة ونص سنتين، يعني مش إشي سهل إنك توصل لهم هاي الشيء. لكن وصية والدهم كان المحافظة على الصلاة والطاعة، على حب الوطن، على حب الجهاد، الصبر عند وقوع البلاء، ونسأل الله الصبر والثبات. دم الشيخ اليوم باستشهاده يعني يعادل 86 يوم، تعادل يعني أكثر من 86 عملية اغتيال تعرض لها قادة وعناصر يعني كبار في الحركة المقاومة أو في حركات المقاومة. اليوم الشيخ تعرض لأكثر من، في كل لحظة كان يتعرض للشهادة ولكل لحظة كان يتعرض للموت. رسالتنا لكل أحرار العالم، لكل من أحب الشيخ وأحبوه، لكل من يؤمن بحقنا في هذه الأرض، الشيخ كانت رسالته واضحة في الإضراب عن الطعام هذا، نحن أحرار ولم نخلق إلا أحرار، والحرية تليق بنا، السجون لم تخلق لنا، إن كان ظاهر الأرض لا يتسع لنا فباطن الأرض أولى بنا. هذه كانت رسائل الشيخ الأخيرة لنا، هذا ما كان يصبرنا به. الحمد لله رب العالمين أن رزقه الشهادة، الحمد لله رب العالمين أن اصطفاه واختاره، ولكن يا أسفي وحسرتي على كل من خذل خضر، كيف سينام وكيف سيهدأ له بال وكيف سينام يعني من عذاب الضمير عندما يعني يجلس بينه وبين أبنائه ويكون في يوم من أيام قد خذل الشيخ وقصر معه. وهذا الإضراب السادس، الإضراب الأول كان في عام 2004 25 يوم ضد العزل الانفرادي وخرج، في عام 2011-2012 66 يوم ضد الاعتقال الإداري، في عام 2015 58 يوم ضد الاعتقال الإداري، في عام 2018 ضد الاعتقال من قضية واستمر 54 يوم، في عام 2023 86 يوم استمر الإضراب وارتقى الله سبحانه وتعالى واصطفاه شهيدا والحمد لله رب العالمين. آخر مرة شفناه كان يوم الأحد في المحكمة عن طريق الفيديو كونفرنس، كانت كلماته قليلة جدا، لم يستطع الكلام أصلا، كان لسانه ثقيل، لكن كانت رسالته واضحة، إن عندما تحدث له أخاه وطلب منه أن يأخذ بعض المدعمات حتى يحافظ على حياته، قال يعني قال هز رأسه ويعني مبديا اعتراضه على هذا الأمر، وقال بالحرف الواحد عندما أخبره المحامي أن الجلسة أجلت لعشرة خمسة، قال له أنا بكون شهيد. لا نقول إلا ما يرضي ربنا، أنا لله وأنا إليه راجعون، نصبر بها أنفسنا والحمد لله رب العالمين. صحيح الشيخ يعني كان وضعه واضح، يعني إحنا لما زرناه من أسبوع في سالم وبعدها في عوفر، أنه ما بين الشهادة والشهادة، ما بين الموت والموت، وهو بلسانه حكى لي يوم الأحد أنا بموت. فبالرغم من هيك رفضوا أنه ينقل على مستشفى مدني أو مستشفى متخصص وما راقبوا، ولهذا السبب إحنا بنحملهم كامل المسؤولية عن اللي صار معه وعن استشهاده وعن وفاته، لأنهم هم يعني إحنا عنا قناعة أنهم هم كانوا بدهم يخلصوا منه بهذه الطريقة،
أنهم هم قتلوا عن سابق إصرار وترصد، لأنه لو هذا الحكي ما كانش موجود كان وافقوا أنه ينقل لمستشفيات مدنية. وإحنا الآن يعني بننتظر بلكن يعني إن شاء الله نستلم جثمانه وندفنه حسب وصيته بجانب والدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان وحيدا، صحيح الشيخ كان وحيد، وإحنا طلبنا من الكل اللي بيقدر ينصروا ينصروا، وكنا لهم للناس، كنا لهم بلات يعني بلاش تقولوا تندموا، حيث لا ينفع الندم. الشيخ بموت بلسانه بقول أنا بموت، ولكن القيادة نايمة، الفصائل نايمة، ما حدا رد علينا، ما بنعرف شو السبب. هو كان يكافح وإحنا كنا وراه، هسه هو ارتاح بجنة الفردوس شوك اللي يلعب يشرب. أين أنتم الآن؟ أين أنتم قبل عندما كان أبي بالسجن؟ أبوي كان يطلع يدشرنا، دشرنا كل يوم، يعمل مسيرات، يعمل وقفات لهم عشان يطلعوا. هسه وينهم؟ هسه أجوا لما يستشهد صار يقولوا يعني بدنا نعمل هيك لما يستشهد خضر عدنان. تعرفوش قبل ما يستشهد خضر عدنان تعملوا إشي؟ ولا بعد ما يستشهد كنت ريحوا منه بس. أصيب 7 مستوطنين بجروح إحداها خطيرة نتيجة إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف رداً على استشهاد الشيخ خضر عدنان. هذا وعم الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية وشهدت عدة نقاط تماس مواجهات مع قوات الاحتلال، كما ونظمت مسيرات واعتصامات في مختلف المدن تنديداً باغتيال الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال بعد إضرابه عن الطعام لمدة 87 يوماً. واحتشد مئات المواطنين في محافظات طول كرم ونابلس وبيت لحم والخليل ورام الله وجنين تلبية لدعوات وجهتها القوى الوطنية ونادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية شؤون المحررين في كافة محافظات الوطن ومؤسسات أخرى بهذا الخصوص. ورفع المشاركون صور الشهيد عدنان ولافتات منددة بالجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال. وطن رصدت الوقفة وسط رام الله. نتابع. هذا تشريع بالقتل، هذا إصدار أوامر من قبل أعلى هيئة أمنية وسياسية في إسرائيل بحق الأسرى الذين قرعوا جدار الخزان، حيث كان خضر عدنان أول من خاض الإضرابات الفردية داخل السجون الإسرائيلية ومثل نموذجا صلبا لكل الأسرى داخل هذه السجون، وبالتالي كان هناك قرارا مسبقا بإعدامه واغتياله وعدم التعاطي مع مطالبه، وهذا ما جرى. معنا الأوان للارتقاء إلى مستوى حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة هذه الجرائم المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني من خلال وضع آليات لها علاقة بمحاكمة الاحتلال وفرض المقاطعة عليه ووقف هذه الجرائم من خلال ذلك ليس أكثر. كان من الواضح بأن هناك استهداف لقتله لإعطاء أكثر من رسالة. أولا استهداف المناضل الشيخ خضر عدنان الذي خاض إضرابات عديدة عن الطعام وانتصر فيها جميعا لكسر هذه الحالة من جانب، ومن جانب آخر هو إعطاء رسائل بأنه هذا هو مصير من يضرب عن الطعام. هذا الاستشهاد البطولي للشيخ خضر عدنان على مدى 86 يوما وهو يصارع الموت ويصارع الاحتلال بضميره بإرادته بعزيمته بأمعائه الخاوية، هذا كله عمليا ينبغي أن يشكل مفصلا في التعامل مع قضايانا والتعامل مع قضية الأسرى. استشهاده مثل نموذجا، هو كان يدري أنه إذا استمر في إضرابه عن الطعام وإذا امتنع عن أخذ المدعمات أن هناك حد لاستمرار حياته، ومع ذلك بقي مصرا لأنه يمثل نهج، هو يريد بهذا النهج أن يواجه كافة المؤامرات وكافة الخذلان سواء الشعبي أو الرسمي. يا خضر يا بطل، يا خضر يا بطل، يا خضر يا شهيد، وعند الباب ما بنحيد، وعند الباب ما بنحيد.
هذا ونعت مختلف القوى والفصائل والأوساط الفلسطينية الشهيدة خضر عدنان، وحملت الاحتلال مسؤولية هذه الجريمة، وهددت بأنه سيدفع ثمنها وثمن ما يرتكبه من جرائم. وفيما يلي استعراض لأبرز ردود الأفعال على استشهاد خضر عدنان. حركة الجهاد الإسلامي قالت بأن الشيخ القائد في صفوف الحركة خضر عدنان ارتقى في جريمة يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها. وأضافت الحركة أن الاحتلال الذي اعتقله وتنكر لمعاناته ومارس بحقه أبشع الجرائم مستخدما أدواته القذرة من محاكم زائفة وأجهزة أمن إرهابية ونيابة عسكرية مجرمة سيدفع ثمن هذه الجريمة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قالت إن جريمة اغتيال المناضل خضر عدنان هي تجسيد حي لحجم الانتهاكات وفظاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الحركة الأسيرة، وخصوصا الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي التي وضعت مئات الأسرى على لوائح انتظار الإعدام البطيء ليلاقوا نفس مصير الشهيد خضر عدنان. أما حركة حماس فقد قال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان: ننعى إلى شعبنا الفلسطيني والأمة جمعاء الشهيد الشيخ خضر عدنان الذي مثل أسطورة في مواجهة الاحتلال، وهذه الجريمة لن تمر دون حساب من فصائل المقاومة الفلسطينية. المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك نعى الأسير خضر عدنان الذي ارتقى وهو مكبل بحقد الاحتلال وحكومة نتنياهو وبن غفير، وعليهم تحمل تبعات جريمة الاغتيال المتعمدة التي نفذتها إدارة السجون. ودعت فتح المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعمل على حماية الأسرى داخل سجون الموت. الجبهة الديمقراطية أصدرت بياناً أدانت فيه جريمة اغتيال الأسير المناضل خضر عدنان، وقالت الجبهة: ونحن ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة الشيخ الأسير خضر عدنان، ونعزي ذويه وعائلته وحركة الجهاد الإسلامي، نحمل حكومة الاحتلال الفاشية المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتياله مع سبق الإصرار. ودعت الجبهة جماهير شعبنا وقواه وفعالياته إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات الغضب في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس وفي قطاع غزة وكافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني، تنديدا بجريمة الاغتيال الجبانة وتأكيدا أن شعبنا لن ينسى أسراه وتضحياتهم. حزب الشعب أدان الجريمة المنظمة التي نفذتها كل أجهزة الحكم في المؤسسة الصهيونية لدولة الاحتلال المتمثلة في إعدام الشيخ المناضل خضر عدنان، ما يؤكد الطبيعة الفاشية للاحتلال وأجهزته. وأضاف: ستبقى ذكرى خضر ورفاقه ورفيقاته من شهداء فلسطين أقوى وأكبر من بطش الاحتلال وفاشيته. المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون نعى الشهيد خضر عدنان، وطالب بتحقيق دولي للوقوف على ظروف اعتقال الشهيد عدنان، واتهم الاحتلال بتصفيته. وقال المؤتمر في بيانه الذي وصل وطن: ننعى الشهيد البطل المناضل والقائد الصلب خضر عدنان الذي ارتقى صباح اليوم في مواجهة متواصلة مع الاحتلال ل87 يوما بأمعائه الخاوية وإرادته التي لا تلين، مقدما نموذجا بطوليا إلى جانب مآثره البطولية في مواجهة الاحتلال داخل السجن وخارجه. أما مركز حريات فقد حمل حكومة الاحتلال ومصلحة السجون وجهازها الطبي المسؤولية الكاملة عن إعدام الأسير خضر عدنان، الضحية الجديدة لسياسة الاعتقال التعسفي ورفضهم إطلاق سراحه رغم تدهور حالته الصحية على مدى 87 يوماً.
وقال المركز إن استشهاد خضر عدنان يدق ناقوس الخطر على حياة الأسرى وخاصة المرضى منهم، ويستدعي حشد كل الطاقات الوطنية والتحرك العاجل على المستوى الدولي وفي كافة المحافل لملاحقة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا وأسراه. هدد ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير الأسرى في حال أضربوا ورفضوا تناول الطعام كرد فعل على استشهاد الأسير خضر عدنان. وقال بن غفير خلال جلسة تقييم أمني: أي اضطرابات سيتم الرد عليها بقسوة، وسيتم فرض عقوبات قاسية على كل من يخل بالأمن على حد تعبيره، وتقرر رفع المستوى الأمني في السجون وإغلاق الزنازين أمام خروج ودخول الأسرى للسيطرة على أي أحداث غير عادية وفقاً للقناة السابعة العبرية. للمتابعة أكثر ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي المختص بالشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي. سيد خلدون، أهلاً بك إلى مساء الخير يا وطن. مساء الخير لكم ولمستمعينا وعزاؤنا في الشهيد الصديق وزميل الدراسة خضر عدنان. يعني بداية، توقعاتك سيدي لما سيحدث بعد استشهاد الأسير خضر عدنان كفعل ورد فعل ما بين فصائل المقاومة والاحتلال؟ يعني حتى الآن لا تزال الأمور غير واضحة. كان هناك التصعيد قبل أكثر من ساعتين تقريبا، لكن بالنسبة لسلطات الاحتلال وحكومة الاحتلال، الآن من المفترض أن تعقد جلسة تقييم أمني يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة أجهزة الاحتلال والوزراء المختصين من أجل تحديد طبيعة الرد. هناك تأكيد على من قبل نائب رئيس أركان جيش الاحتلال أن هناك ردا سينفذ بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لكن في الوقت نفسه يبدو أن الحكومة الإسرائيلية ترسل رسائل أنها لا تريد تصعيدا شاملا. بالمقابل هناك نداءات من داخل الائتلاف الحكومي بمن فيهم إيتمار بن غفير الذي لم يسمح له بالمشاركة في الاجتماع الأمني، لكنه يدعو إلى الرد برد عنيف على قطاع غزة وبتنفيذ سياسات الاغتيالات. وهناك أيضا نداءات من رئيس بلدية سديرهوت مثلا وغيرها للذهاب باتجاه التصعيد. طب سيدي، يعني لنعود إلى استشهاد الشيخ خضر عدنان، كيف تقرؤون ما جرى معه وترك يعني مصلحة السجون وحكومة الاحتلال تركته بعد 87 يوما حتى يستشهد بالفعل؟ كيف تنظرون إلى ذلك؟ يعني في النهاية إدارة سجون الاحتلال تركت الشهيد خضر عدنان في زنزانته ولم تنقله إلى المستشفى كما هي العادة، ويبدو أن هناك قرارا من الوزير إيتمار بن غفير، لأن إدارة سجون الاحتلال تقع تحت مسؤولية وزارته. يبدو أن هناك كان قرارا كما هو وعد بتشديد إجراءاته ضد الأسرى، ويبدو أن هذا الإجراء قصد منه التخلص من الشهيد خضر عدنان باعتباره أول من بدأ معركة الأمعاء الخاوية لرمزيته ومكانته وتأثيره حسب ما يقول الاحتلال. تقرر التخلص منه بهذه الطريقة، فترك دون علاج بعد 87 يوم، لم ينقل إلى مركز طبي. على الأقل هناك ربما يستغلون فترات إغماء المضرب عن الطعام من أجل تزويده بالأدوية وربما الحقن اللازمة، لكن خضر ترك يجوع حتى الموت. طب سيدي، التهديد للأسرى من قبل إيتمار بن غفير بهذه الطريقة في حال قاموا بأي رد فعل بعد استشهاد خضر عدنان، يعني هل نحن أمام أسلوب ربما جديد في تعاطي الاحتلال مع الحركة الأسيرة ومع من يحاول حتى الاحتجاج في داخل السجون؟
يعني واضح أن هذه سياسة جديدة. بعض الإدارات المحلية في السجون تسعى إلى عدم التصعيد، لأن النهاية التصعيد يدفع ثمنه الفاعلون في أجهزة أمن الاحتلال الذين يكونون في المواجهة الفعلية. لذلك البعض يلجأ إلى محاولة مفاوضة الأسرة لامتصاص إمكانية التصعيد، و في الوقت نفسه هناك من يلجأ إلى استخدام القوة. والتعليمات كما جاءت لقوات الاحتلال في السجون بإغلاق السجون ومنع الأسرى من الخروج إلى الساحات، كما يبدو لتجنب حدوث ما يهدد أولا السجانين، في إشارة إلى المحاولة رشق أحد سجاني الاحتلال صباح اليوم بسائل ما في سجن عفر. فالأمور كما يبدو هي إدارة سجون الاحتلال لا تبحث عن تصعيد السجون، لكن تحسرا لذلك فرضوا الإجراءات الجديدة. طب يعني قانون إعدام الأسرى الذي يسعى إليه ولإقراره إيتمار بن غفير بالتحديد، مثل هذه الجريمة ألا تمهد ربما لإقرار مثل هذه القوانين بحق الأسرى؟ يعني من الواضح أن هناك توجها مقبولا لدى مجموعة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي أو لدى الكثيرين من أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي إلى سن مثل هذا القانون. وربما طبيعة رد الفعل على ما حدث مع خضر عدنان قد تحدد، قد تشجع إن لم يحدث مثلا تصعيد أو لم تكن ردود فعل تتوقعها إسرائيل بحجم الجريمة، ربما قد يمهد أو يسهل ذلك في إقناع باقي أعضاء الكنيسة المترددين أو الذين لديهم اعتبارات سياسية من لتجنب سن هذا القانون. قد يساعد ذلك هؤلاء في سن أو تسهيل عملية سن قانون إعدام الأسرى. سؤالي الأخير لك سيد خلدون، حسب متابعتك للإعلام العبري وخاصة خلال أيام إضراب الشيخ خضر عدنان، ردود الفعل الفلسطينية التي وصفت من الكثير من عائلة أيضا الشيخ خضر عدنان بأنها ضعيفة جدا وربما شبه معدومة، إلى أي مدى ساهمت في الوصول لهذه المرحلة واستشهاد وترك الاحتلال للشيخ خضر عدنان يستشهد بالفعل في نهاية المطاف؟ يعني شخصيا لا أظن أن التحركات الرمزية كانت ستقدم أو تؤخر في قضية الشهيد خضر عدنان، خاصة أن كما قلت إيتمار بن غفير شخصية لا يقلقها أي شيء سوى تنفيذ سياستها. إيتمار بن غفير اليوم نشر له مقطع فيديو ليلة احتفال إسرائيل بذكرى قيامها، كان يشارك في حفل في إحدى المدارس التي أسسها مؤسس حركة كاخل إرهابية، وخلفه كانت لافتة تقدس باروخ جولدشتاين الذي ارتكب مجزرة بحق في الحرم الإبراهيمي وقتل 30 مصليا وأصاب أكثر من 130. باروخ جولدشتاين أو إيتمار بن غفير يقف أمام هذه اللافتة التي تقدس هذا المجرم، لذلك هو لا تهمه حياة الفلسطيني وربما لا تهمه حياة الإسرائيلي، يهمه قمع الفلسطيني وقتل الفلسطيني حتى لو أدى ذلك إلى تصعيد. وما قامت بتنفيذه إدارة سجون الاحتلال بحق الأسير الشهيد خضر عدنان هو مؤشر على اتباعها للسياسات التي يسعى إليها إيتمار بن غفير. نعم السيد خلدون البرغوثي المختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في مساء الخير يا وطن. إذن كما قال سيد خلدون البرغوثي، يبدو أننا أمام سياسة إسرائيلية جديدة ومتصاعدة ضد الأسرى الفلسطينيين. الاحتلال يسعى بكل السبل لزيادة معاناة الأسير الفلسطيني، خاصة الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال. يبدو أن الاحتلال يحاول بترك الأسير خضر عدنان في هذه يعني أن يصل إلى هذه المرحلة. 87 يوما استشهد في النهاية الأسير خضر عدنان، الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يحجم الحركة الأسيرة الفلسطينية، هي ليست
بالتأكيد ليست المحاولة الأولى، ولكن في كل مرة يثبت الأسرى الفلسطينيون تثبت الحركة الأسيرة الفلسطينية أنها يعني على قدر التحديات وربما أكبر أيضا من هذه التحديات، وفي كل مرة يخرج الأسير منتصرا. وربما خضر عدنان كما سمعنا وكما قال الكثيرون ممن عاشروا الشيخ كان يعني الشهادة كانت بالنسبة له انتصار. في نهاية هذه الحلقة من مساء الخير يا وطن، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. عائلة الشهيد الأسير خضر عدنان تطالب بتسليم جثمانه وتعبر عن أسفها على كل من خذله. إضراب شامل ومسيرات تعم المحافظات الفلسطينية تنديدا باستشهاد خضر عدنان. الاحتلال يهدد الأسرى داخل السجون في حال قاموا بأي ردة فعل على استشهاد خضر عدنان. بذا نصل وإياكم مستمعينا مشاهدينا إلى نهاية هذه الحلقة من مساء الخير يا وطن، أشكركم على حسن المتابعة، أشكر الزملاء في غرفة التحكم محمد الزاغة ومحمود معطان، هذه تحياتي سماح الكحلة، إلى اللقاء. مساء الخير يا وطن، مساء الخير من رفح حتى رأس الناقورة، مساء الخير من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، مساء نسيم الجليل العليل، مساء الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، مساء نخيل أريحة وبرتقال يافا، مساء الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، مساء الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وسلمة وبيت نبالة وصفد، مساء الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، مساء الخير من اللد والمثلث، مساء الخير من وطن يا وطن، مساء الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيليا وطول كرم وجنين لأهلنا في طوباس وسلفيت، مساء الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، مساء الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، مساء الخير للأسرى والجرحى وذوي الشهداء، مساء الخير للعمال والفلاحين، مساء الخير للطلاب للفقراء، مساء الخير يا وطن، مساء الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية المسائية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين على امتداد الوطن السليم، نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. هذا البرنامج برعاية بوابة أريحة جيريكو جيت إحدى شركات أركان. بوابة أريحة الوجهة الاستثمارية الأولى في فلسطين.